السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. ظاهرة الانتحار أصبحت ظاهرة خطيرة ومنتشرة في مجتمعاتنا الإسلامية أيضا. قبل كانت المجتمعات الكافرة هي في المرتبة الأولى وبالدرجة الأولى، لكن للأسف الآن الإحصائيات تدل على أن البلاد الإسلامية هي مصدر أو مكان للانتحار. حتى منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر، فحوالي 800,000 شخص ينتحرون في السنة، أي حوالي كل شخص خلال 40 ثانية ينتحر. وظاهرة الانتحار هي المرتبة الثانية من أسباب الموت، وتأتي للأسف مصر في المرتبة ثانية، وحوالي 4,000 في السنة شخص ينتحرون في مصر، والشباب أكثر من النساء. لماذا ينتحر هؤلاء؟ ما سبب الانتحار؟ نريد أن نفهم هذا الأمر، لكن قبل ذلك يجب أن تعرف يا عبد الله يا أمة الله أن الانتحار جريمة وكبيرة من الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. صحيح أن المنتحر لا يموت كافرا، لكن أمره خطير وعقوبته خطيرة، بل إذا قتل الإنسان نفسه بحديدة فهو يتعذب بها في نار جهنم. أسباب الانتحار، أكبر سبب هو الوازع الديني. عندما يكون الإنسان إيمانه ضعيف وثقته بالله ضعيفة وتوكله على الله ضعيف، فيعيش في متاهة وفي ضلال وفي حيرة من أمره، فيكون هذا سبب أساسي ورئيسي للانتحار. إذا توكل المسلم على الله حق توكله وعلم علم اليقين أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما يقدم على الانتحار. وإلا ما الداعي لبنت في مقتبل عمرها في مول سيتي ستار وهي طالبة في كلية الطب في السنة الرابعة، عمرها 23 سنة، قفزت من طابق السادس وانتحرت. اعترف والد البنت أن سبب انتحاره هو بسبب اضطهاده لها، حيث كان يمنعها من الخروج من المنزل. نفس الشهادة أدلت بها صديقة المنتحرة. إذن الوازع الديني عامل أساسي في الانتحار. ثم يأتي مسؤولية الوالدين في هذا. اضطهادك لأبنائك منذ الصغر والإكثار من سماعهم لقول لا من غير مبرر ومن غير توضيح ومن غير بيان يؤدي إلى الطفل ينتحر. نعم، عندما يطلب منك الطفل شيئا ولا يسمع منك إلا الرفض ومن غير أن تقنعه لماذا تقول لا، لأن بعض الآباء وللأسف دكتاتور بل طاغية بل جبار من الجبابرة والعياذ بالله. أنتم تتكلمون عن حكام طغاة، وأنا أقول بل في مجتمعاتنا مئات وألوف من الطغاة من الآباء والأمهات اللي يسيئون التعامل مع أولادهم ومع أطفالهم بسبب جهلهم بأصول وقواعد التربية الصحيحة والسليمة، بسبب جهلهم بشريعة رب العالمين وما وصى بها الدين في التعامل باحترام وتقدير وألفة وعطف مع الأطفال. عندما يكون الأب جاهلاً من ناحية الدين ومن ناحية الثقافة يصبح دكتاتورا في تعامله مع من حوله وأخص منهم مع أولاده وزوجته أيضا. وكذلك الأم أحيانا تكون طاغية وجبارة في التعامل، وهذا أمر خطير والله. إن لم ينتحر هذا الطفل يخرج ضايع، يخرج عاقا لوالديه، يخرج بعيدا عن دينه، بعيدا عن احترامه للمسلمين وأخص منهم لوالدي، ويفعل كل ما حرم عنه منذ الصغر، لكل فعل ردة فعل.
فهل تعي ما تفعل يا أيها الأب الذي تزعم أنك تربي ابنك؟ التربية ليس مجرد أن تجلب له الطعام وتسكنه في الدار، لا حاشا وكلا. التربية أن تربيه على القواعد والأصول الصحيحة، أن تبين له وتوضح له قبل أن ترفض كل ما يطلبه. يريد أن يخرج مع صديقه، لا تخرج. يريد أن يسافر، لا تسافر. يريد أن حتى الدراسة يختار المادة والكلية الذي يريدها، لا. اختيار أصدقاء، لا. شراء الملابس، لا. شراء الطعام، لا. هذه اللاءات الكثيرة يخلق منك طاغية وجبار، ومن ابنك عاقا وعاصيا لك في المستقبل، شئت ذلك أم أبيت. نعم، أقبلت هذه الفتاة على الانتحار بسبب والدها كما اعترف الوالد بنفسه، وحالات الانتحار أصبحت كثيرة، وخاصة بين الشباب اللي من عمر 19 إلى 25. طبعا صحيح المصاب بأذى من جن هذا بحث آخر، هذا موضوع آخر، بسبب فقدانه لعقله، بسبب عدم سيطرته لعقله بحيث يصبح في مرحلة غير مكلف ولا يؤاخذ إذا انتحر، هذه حالة نعم موجودة، لأن يسمى حالة جنون. المصاب بأذى من جن، الجن يوسوس له اذهب وانتحر وينتحر، فمن كانت هذه حالته هذا لا يؤاخذ، لأن الإنسان لا يؤاخذ إذا لم يكن مدركا وعاقلا وفاهما للأمر الذي يفعله، لأن القلم رفع عنه. لكن حديثنا ليس عن هؤلاء، حديثنا عن ناس صحيحين سليمين عقليا وجسديا وبدنيا، وهم ينفعون مجتمعاتهم. هذه البنت لو تخرجت وأصبحت طبيبة، كم من الألوف من الناس يستفادوا من هذه المهنة ومن خدمتها التي تقدمها للناس. وغيرها وغيره من شبابنا، شاب أنهى الثانوية ولم يحصل على النتيجة الذي يريده فإذا به ينتحر، إما خوفا من المجتمع أو خوفا من والديه، والوالدين هو الدرجة الأولى. يجب أن نعالج هذه الظاهرة قبل أن يزداد آثارها السلبية يوما بعد يوم. يجب أن نسعى، يجب أن نتكاتف، ويجب أن يشد بعضنا على يد بعض. حاور ابنك، من رأيت منه أنه مكتئب حتى لو لم تكن تعرفه، ادخل معه في الحديث، ادخل معه في الكلام، واسيه، ذكره بالله، عظه، ارشده، يعني شجعه أن يغير نمط حياته نحو الأفضل. اشرح له أن الحياة جميلة وأن الانتحار هو معناته نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها. هذه البنت لا شك لم تصل إلى هذه المرحلة من الانتحار إلا معاناة، إن لم يكن سنين شهور. أين كان الناس الذين كانوا حولها؟ لما لم يساعدوها؟ لما لم يقفوا معها؟ لما لم يمدوا يد العون والنصح لها؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا عبد الله، يا أمة الله، اجتهد أنت كلا في محله أن نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة بين مجتمعاتنا. نسأل الله أن يصلح شبابنا وشاباتنا ويهديهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.